انا نقول صراحة، انا بالنسبة لي كنت مع المنتخب الوطني تقريبا مدي واحد العام ونص، وانا كان بريباري معاهم. ملي كنت المنادات عليا كنمشي نلعب معاهم الاقصائيات، مشينا فيهم مزيانين، وصلت المرحلة الاخيرة ديال لا ليست اللي غتمشي الشان، ما تماش منادات عليا. انا كناخد امر عادي صراحة، لان ما كتشوف لاعبين ديال المنتخبات اللي كبار اللي على برا وكيلعبوا الاقصائيات، وملي كيوصلوا مثلا كاس العالم او كما ناخذوا المثال كاس اوروبا كتم اسمين كاع في التاهل ديال المنتخبات ديالهم. انا بالنسبه لي انا الاقصاء صراحه جاني عادي، انا خديته عادي في سم واحد الجانب ديال انا مازال خصني نخدم باش نوصل ديك المرتبه ديال المنتخب، حيت لا خديته كان التقليد من المنتخب الوطني، او انا خصني نمشي ونلعب. انا كيبان لي بلادي غادي نحفر راسي بلا انا وصلت. لا ما شوف شوف ماشي كيس ديال الدبلوماسي، حيت هو انا اي حاجه غادي نقولها حتى ما غترجع. لا ليه دارت المدرب صراحه راه فاخر، واخا نعيو غنهضرو راه كيبقى مدرب كبير، راه كيبقى مدرب كبير ومدي القاب. هذاك الشيء بينا ولا بلا بينا، هو اللي هو دابا هو القليل الامر الاخر، هو تحمل المسؤوليه وشاف اللعابه اللي غادي يقدروا يصلحوا ليه تما في الشان دار لا ليست قدام. مقابلة ماشي سهلة صراحة، تكون مقابلة شوية صعيبة، لأن المنتخب رواندا كنظن كيقلب باش يبقى يلعب في العاصمة، المنتخب ديال كوت ديفوار عند ثلاث نقط، حتى هو المنتخب المغربي نقطة، كتكون شوية صعيبة دابا التأهل من اللي وليتي كتدخل في الحسابات. وأنا كنطلب من الله صراحة، كنطلب من الله المنتخب الوطني باش ينتصر وجميع الحسابات تكون في الصالح ديالنا إن شاء الله.